بونس كو لعبوا مزيان، واخا صراحه هذاك البيتش اللي داروا اور جو صراحه بقى فينا الحال، باسكو كنت انا صراحه في الكافي وناض الحيحه ومراها درنا اور جو، مي انا جو بونس كو لعبوا مزيان وان شاء الله ربحوا كندا وديما مغرب. تحيه سي رجال وديما مغرب وديفيف لو ماروك. تحيه الصابري وشكرا لك. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. الله يخلينا للمنتخب. صراحه المقابله كانت شويه صعيبه، ولكن الدراري عرفوا كيفاش يجيريو الماتش. ان شاء الله كنتمناو ندوزو للدور الثاني وان شاء الله يكون خير، وكنشكر اللعابه بزاف وبالخصوص اللعاب عطية الله حيت دخلوا بين على العطاء ديالو، واخا بين ان البطوله الوطنيه وديما مغرب وديما ويدان. الصراحه الماتش كان زوين، واخا كان ضغط بلجيكا كان علينا في البدايه ديال الماتش، ولكن عرفوا الدراري كيفاش يبقاو مركزين، و حتى التغييرات ديال الركراكي صراحه عطات العطاء ديالها، وان شاء الله الدراري يفرحونا الماتش الجاي حيت راه باقي ما ضمننا لا تاهل لا والو ان شاء الله. وكنشكر المدرب والطاقم التقني وليد الركراكي حيت ان شاء الله حيت صافي ان شاء الله راه دايزين ان شاء الله. خويا الماتش كان زوين الحمد لله، فرحونا المغاربه كما كتشوف الناس كاملين فرحانين، والدراري قدموا ماتش زوين بصراحه الله يعطيهم الصحه فرحونا مزيان. المقابله الاخرى ما كان هذا كنضر التعادل يدوزنا. التعادل مزيان لينا التعادل. المنتخب الوطني الصحيح قادرين ان شاء الله بهذا الماتش قدموا اليوم لعبنا الدفاع ولعبنا الكونتر. وان شاء الله يكون شي نتيجه مزيانه مع كندا ان شاء الله. كلمه اخيره لفريق المنتخب الوطني. تنحيوهم تنحيو اللعبه كاملين فرحونا الله يعطيكم الصحه، تنشكرهم بزاف.